اليوم يا جماعة الخير رجعت لكم بمقطع جديد وبحلقة ممتعة من لعبة كريبتو ماينينج سيميليتر. بكل اختصار رح نحاول نشتري بيسيات او كمبيوترات يعني، ونحاول نسوي عليها تعدين بحيث انه نطلع فلوس اكتر. اتمنى من كل شخص الان يتابع المقطع ينزل ويضغط على زر اللايك، زر اللايك مجاني ويسعدني كثير بنفس الوقت، واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك يعني بطريقك وصلت الاسفل وصلت. طبعا انا اليوم ودي اني ارد على طلبات الزبائن. مثل ما تعرفون باللعبة هنا في عندنا زبائن يطلبون اشياء محددة. اذا بتلاحظون معنا الاوردر نمبر 3 هنا السعر جدا مناسب، معنا زبون عنده بادجت 1200 دولار يحتاج بي سي يسوي له تعدين بسرعه 27 يعني، تمام؟ فنوعا ما سرعه ضعيفه ما اخبي عليكم، بس هو عنده بادجت 1200 ما راح نقول له لا. يحتاج اي 5 اوكي، يحتاج 32 جيجا رام و128 اس اس دي اوكي. راح نحاول نلبي له طلبه، ولكن اللي ما تعرفونه انا بالحلقه الماضيه سويت ركبت هذا الجهاز مع ثلاث كروت شاشه جي تي اكس 1070 1070 1070 تمام، و ركبنا هنا بي سي بارخص الاسعار طبعا. وخليني اوريكم بس هنا معانا هذا البي سي بارخص سعر يطلع لي 23 تقريبا، وهذا البي سي 80 لانه فيه ثلاث كروت شاشه. كم طلعت فلوس انا من المره الماضيه من هاي البي سيين اللي جالسين يشتغلون الان؟ اذا ضغطت هنا راح نشوف طلعت 472 دولار. اسوي اكستشينج حصلت على الفلوس معانا. اللي راح اسويه الان انه هذا البي سي راح اسوي له ستوب تمام، راح نطفي هذا البي سي معانا من هنا، وللاسف الشديد راح اطفي الكيبل وراح نحاول نبيع كل قطع هذا البي سي علشان يمدينا نجيب 1200 دولار ونلبي طلب الزبون. انا هي عندي البي سي هذا شغال جالس يجيب لي الان فلوس، انا راضي تماما بالوقت الحالي. خلينا نبيع هذا البي سي وبعد شوي بنرجع نشتري واحد ثاني تمام. طفينا البي سي الان شباب، خليني افك القطع رجاء الان. اوكي انا فكيت هاي القطعه، نشيل هنا حالي معانا. اقدر اني ابيعه يا ترى ولا لا؟ ها اقدر ابيعه الان. اوكي نضغط عليه بهذا السعر وكليك يمين، نقدر نبيع السي بي يو معنا ب 66 دولار. راح ابيعه للاسف الشديد، راح ابيع كل قطع هذا البي سي شباب. انا اسف ولكن انا مضطر علشان يمديني اركب قطع الاخ معنا من هنا. كيف يمديني افك هذا الكيس؟ ما يمديني ابيعه بالكامل. 113 دولار بعناه، والقطع اللي فيه انباعت كمان، وجبنا 1211 دولار بالتحديد يعني. فلذلك الان نحن مستعدين علشان ندخل هاي الغرفه ونشتري طلب الزبون، لانه انا ما ادري اذا الان اخذت الطلب هل ممكن اكسب منها فلوس؟ اوكي راح اكسب، بس كم راح اكسب تحديدا؟ تعال نشوف. خليني اخذ 66 دولار من هنا كمان، جالسين نسوي تعدين يعني. تيك اوردر، تعال نشوف قسم المعالج معانا وين هنا. المعالجات تحتاج معالج اي 5، فانا ما راح اقصر معاه وراح اجيب له معالج اي 5. هنا معانا اي 7 اي 7 اي 5 اوكي، اتوقع ما عندنا غير هذا الاي 5. كم سعر هذا الاي 5؟ 215 دولار. اي 5 9600 كي، راح نشتري الان. ليتس جو، صار بحوزتنا. ايش يحتاج كمان لهذا البي سي؟ 32 جيجا رام. تعال نشوف فين الرامات هنا معانا. يحتاج 32، مضطر اشتري من هذا الرام اربع مرات، مره اثنين ثلاثه أربعة. صرفنا فلوس جدا كثير عليه، بس هو هذا طلبي يعني، انا ما طلبته يطلب. بسم الله. ايش يحتاج كمان معانا هنا؟ 128 اس اس دي. ابشر يا حبيبي، هاي 128 اس اس دي لعيونك، نشتريها ب 50 دولار. ليتس جو، تم الشراء. وما عنده طلبات ثانيه يعني، اهم شيء انه هذه الامور. لازم نجيب له كرت بحيث انه يطلع له 27 ام اتش بالثانيه. انا اتوقع اني اعرف ايش الكرت اللي راح اجيب له يا شباب. ما راح نجيب، شوف هذه يكتب لك يطلع 26 42. طبعا كل كرت غالي على حسب كم يطلع يعني الان تمام. نحن نحتاج 27، هذا يطلع 28. اتوقع يا جماعه بشتري له كرت الار اكس 480 طبعا، بما انه يطلع لي 28. 355 دولار سعره، اتوقع انه هذا هو الحل المثالي. راح نشتري هذا الكرت على بركه الله. ليتس جو، ان شاء الله ما نكون سوينا القرار الخاطئ، اتمنى انه لا. تم اشترينا الان، باقي عندنا الكيس. ايش نشتري؟ تعال نشتري هذا الكيس، سعره جدا اتوقع رخيص، 149 دولار شباب. انا رح اشتري هذا الكيس، ما عنده اي شيء، الوان حركات ما في، نايس كثير. ايش نحتاج الان؟ اوكي اتوقع انتهينا، باقي الباور سبلاي والمذر. رح اشتري 500 واط شباب، ما يهم. 560 واط جدا ممتاز، اشتري الان. 99 دولار. نشتري الان ماذر بورد، صراحه ارخص ماذر بورد موجود هي ب 199 دولار. تعال نجيب فلوسنا من التعدين الان. طار فرست، صرفت فلوس جدا كثير على هذا البي سي، اتمنى انه بالمقابل يطلع لنا جدا سعر مناسب. طيب انا انتهيت الان، تعال نرجع ونركب البي سي اللي معانا هنا. يا سلام يا سلام. اوكي بسم الله، خلينا ناخذ هذا البي سي وخلينا نحطه في هذا المكان، او خلينا نحطه هنا بحيث انه راح نشغله الان بعد قليل وراح نختبره تمام. نركب هاي هنا معانا حاليا، ممتاز جدا. نركب الرامات على طول، احب دائما اركب الرامات ورا ما اركب الامور هاي. حط هذه معانا من هنا كمان، ركب. شوف معانا الرامات يا اخي، والله الرامات اسطوريات شباب. ما ادري ايش يحتاج 32 رام، الى الان ما فهمت، بس اوكي. تعال نحط المعالج الان هنا قبل ان نحط كارت الشاشه، ونحط هنا الاس اس دي معانا هنا تمام.
نحط الباور سبلاي معنا تحت، ممتاز جدا. نحط كارت اللي هو RX 480، ممتاز. تعال الان نوصل الباور كيبل، نحط كابل الساتا هنا معانا، نحط له انستار كولر ونسوي له لانش. تعال نختبر الشباب، البي سي صار كامل مكمل بسم الله على بركه الله. خلينا نشوف اذا رح يشتغل تماما بالمواصفات اللي اعطيناها اياها ولا لا. بي سي صار شغال نظامي، اقدر اني اشغله الان ونختبره الان شباب. طالب 27 هو ام اتش، كم رح يرتفع؟ رح يرتفع الى 28 ام اتش، يعني لسه اعطيته زياده. انا مثل ما شايفين الان 29 جالس يعطيني. طبعا اللي ما تعرفون شباب، اذا اخترت هنا رحت على الجي بي يو اقدر اسوي اوفر كلوك عشان يعطيني اكثر. خلينا نحط 1000، خلينا نحط انا اوكي اكثر شيء اقدر احط 300، 1600 اقدر احط، بسوي الاوفر كلوك على الاخير، انا اقدر احط 100. تعال نشوف كم راح يعطي مع الاوفر كلوك شباب. اتوقع انه مع الاوفر كلوك صار يعطيني كثير، اعطاني 33 اعطاني شباب، بس الحراره جالسه ترتفع بشكل مو معقول. فخلينا ننزلهم بالاول، هو يحتاج 27. اوه الحراره شباب، الحراره رح تذبحني الحراره. فهذا البي سي صار شغال بسم الله، خلينا نحمله الان وخلينا نحطه في هذا المكان. ها اخذه تاسك، اعطاني فلوسي، اعطاني 1200 دولار سعرها شباب، تخيلوا. يعني انا ما ادري كم صرفت عليها بس اخذت 1200 دولار كمان، يعني شيء مو سيء يعتبر، بحيث ان انا ما كان لازم اصرف عليه 1200 دولار. انا ليش ما لعبته ذكي شباب؟ ليش ما جبت له قطع هو ما يحتاجها وصرفت عليه؟ ما ادري اذا كان حتنفع ولا لا صراحه، ما ادري. طيب خلينا نشوف بي سي تاني الان بسعر مناسب 6000. تعال انا بضحك شوي عليهم. في عندنا هنا بي سي طالب مني باور مايننج 105 يحتاج i3 32 راب، اتوقع هذا يمديني اسويه بسعر اقل من 7500 دولار. هذا البي سي اقدر اسويه ب 1000 او 2000 دولار ماكس. تدرون كيف اوريكم؟ انا بوريكم شباب. اوكي ليتس جو، خلينا اسحب فلوسي من هنا. تعال نشتري البي سي اللي هو طالبه الان بسم الله. 2 3، اول شيء تعال نشتري كرت الشاشه اللي راح يجيب لي شباب اللي طالبه هو كم؟ 105. اوكي طالب 105، ها 100، اوه ماي جاد هذا 115 يعطيني، هذا كان مناسب صراحه نوعا ما. اللي اذا جبت كرتين شباب، انا جالس ادور على الكرت المثالي ما اخبي عليكم بسعر رخيص، لانه ما ودي ادفع 1000 دولار على كرت شاشه، ما ودي ابدا. شباب انا الان راح اضحي بشيء جدا جدا كبير شباب، لاحظوا معنا الان في من بين كل الكروت، طبعا اذا اشتريت هذا الكرت 500 دولار سعره بس ما يعطيني غير 29 ام اتش بير سكند يعني، فانا هذا ما احتاجه. ليش؟ لانه راح اشتري من 3-4 كروت وما راح يكفي اصلا، والسعر مبالغ جدا، حيكون 2000 دولار، ولكن اقدر اني اشتري ب 2400 دولار فورا يعطيني 115. بس نحن مو حمقى يعني، نحن اذكى من هذا الشيء. خليني ادفع الان 1300 دولار الان، راح اشتري كارتين من هذا النوع شباب اللي هو الار اكس فيجا 56. يس نشتري واحد منه، نشتري اثنين، بسوي اوفر كلوك عشان اكسر السرعه، يعطيني 5 زياده، اتوقع راح يعطيني بالراحه على الكارتين يعني، فاقدر بالاوفر كلوك استفيد. تمام الان راح اشتري اول شيء هو الكيس اللي لازمني. هذا كم سعر هذا الكيس شباب؟ 200 دولار سعر هذا الكيس، اتوقع جدا مناسب. باخذ هذا شباب الساعه 6، ليتس جو. 200 دولار على هذا. الى الان الفكره انه ما نصرف 7500 دولار، تمام؟ الفكره نبقى داخل الاسعار. يحتاج i3 CPU مناسب جدا، معنا ارخص i3 هو موجود هنا شباب بسعر 117 دولار، رح نشتريه الان فورا بدون اي منازع. اشترينا كرتين شاشه، اشترينا هذا، باقي لي المذر بورد و512 SSD، هي هو الاس اس دي 150 دولار، ليتس جو. يحتاج 32 جيجا رام كمان، انا اسف ولكن لازم ارجع اشتري من الرامات تبعنا اللي هم ارخص شيء، 4 من هذا النوع كمان. كمان باقي لي واحد حب الان، خليني انتظر فلوس التعدين، صار معي صفر الان فلوس، اتمنى انه يرضى يشتريها بهذا البادجت اللي انا جالس انصب عليه شباب، انا الان جالس انصب عليهم ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا خلينا ناخذ 4 دولار، نشتري هذا الكرت، نشتري هذا الرام كمان، تم شراءه، صارت فلوسي الان 0 دولار. طيب انا راح انتظر شويتين يا جماعه على بين ما فلوس التعدين الان تكتمل، كل شوي جالس اسحب فلوسي من هنا كل ما يكتملون يعني. شباب الان صار معي تقريبا 152 دولار، راح اسحب كمان مره فلوسي صراحه. انا محتار اذا 560 واط راح يكفي لكرتين شاشه، ولكن تدرون ايش انا راح اشتري الان اوكي، بس علشان نختبر اذا هذا الكلام كان صح باللعبه ولا لا. ما ادري خلينا نشوف، انا بشتري 560 واط، فراح انتظر يصير معي فلوس. سعر المذر بورد 199 دولار، باقي لي 100 دولار الان، خلينا ننتظر شويتين وبعد ما يصير معي برجع لكم. واخيرا صار معي الان 199 دولار بالتمام والكمال، خلينا نشتري الان المذر بورد هذا ب 199 دولار، تم الشراء صار معي 0 دولار بالاعلى، اتمنى ان استلم ال 7500 دولار لانه اذا ما استلمتهم شيء جدا غبي راح يكون، بسم الله اوكي. تعالوا الان نحط هذا المذر بورد معنا من هنا، ايش هذا الكيس المعفن؟ والله ما ادري ايش هذا الكيس. تعالوا نحط الباور سبلاي من هنا، ممتاز جدا، نحط اول كرت معنا من هاي الجهه، الكرت الثاني خلينا نحطه من هاي الجهه الان. ان شاء الله ال 500 واط يكفي شباب، ما اتوقع راح يكفي بس يلا. ناس واخيرا
كان معلق مع ليش شباب يعني حادث بسيط الان ركبناه. خلينا نحط هنا السي بي يو في هذا المكان، وخلينا نحط انستول كولر. نحط حالي معانا باور كيبل بي سي اي كونكتر، بي سي اي كونكتر، باور كيبل هنا كمان، كابل الساتا على السريع، كل شيء تمام. الان نسوي لانش. اوكي تعال بالاول نشيل الكيس معنا من هذا المكان. خلينا نحط الكيس هنا، دائما احب اجرب الكيسات من هنا. نسوي لانش وخلينا نشوف اس اس دي كونكتد. اوكي تعال نشبكها، الان صارت تمام. ليتس جو. يا رب شباب لا يفصل بسبب الباور سبلاي. خلينا نشوف، كاتب لي انه اشتغل نظامي الان، جالس يشتغل والمراوح هنا شغاله وكل شيء تمام، الكروت نظاميه. بسم الله خلينا نختبر الان على اللابتوب معنا من هنا. نسوي هنا ونسوي ستارت، راح يعطيني الان السرعه اللي انا كنت اتمناها ولا لا؟ طالب 115 ترى، طالب 115. لا تفشلني بالله عليك، لازم نسوي اوفر كلوك اتوقع. ها 101 يعطيني شباب. تعال نسوي اوفر كلوك ضروري فورا وحالا. بنسوي على الماكس اوفر كلوك على الماكس، بسوي له اوفر كلوك على الماكس. هنا كمان لازم تعطيني اللي انا طالبه الان. ها كم صار يعطيني الان؟ صار يعطيني 111. هو البي سي راح ينفجر بس ما علينا، راح اطفي البي سي على السريع بما انه صار يعطيني 111، جدا مناسب بلا ما نخربه اكثر شباب. بالعموم انا ايش صار معي؟ هنا عندي الحراره 87 الحراره صارت عندي، البي سي عندي بينفجر اتوقع. تعال نشوف كم راح نكسب اذا في حال بعنا هذا البي سي. بسم الله. شباب ليش مو راضي؟ هاي البي سي خذ، نوت ا بي سي. اما يقول لي مو هذا بي سي، هذا مو بي سي، يقول لي هذا يقول لي مو بي سي، يحتاج ايش يحتاج؟ طيب ثواني شوي، لا تقول لي يحتاج اني اشتري له كيس عادي، يعني هو مفكر ان هذا الجهاز مو بي سي ما ادري على اي سبب، لا تقول لي لازم اشتري له هذا الشيء. بي سي هنا كان يحتاج هذا البيت. بشتري هذا شباب، بشتري هذا بروح بركب فيه ان شاء الله يكون في مكان لكرتين شاشه اتمنى. خلينا نشوف شباب. بسم الله فك هذا الكرت الان. جيب هذا الكرت معنا، ركب هنا، بالله عليك خلي هذا كرتين في. اوكي ينفع شباب، هذا ينفع. تعال ننقل كل المكان اللي ركبناه هنا الى هذا المكان. بسم الله تعال هنا، احط هنا، شيل المذر بورد، ما اقدر اشيل المذر بورد، لازم اشيل كل الاغراض الباقي بالاول، حطها هنا، شيل الرامات الان من هنا، ليتس جو. شيل المذر بورد، ركب المذر بورد هنا، ركب الاس اس دي هنا، هنا حط له الكولر فورا، الرام الثالث. كويس معي شويه فلوس، اشتريت هذا الكيس والله مشكله كانت. اوكي هذا ما نحتاج، تعال نبيع هذا فورا، اتوقع شباب ببيعه الان 113 دولار. ليتس جو بعناه. انستول ما يحتاج بي سي اي كيبل ساتا باور كيبل لانش. بحاول اكسر السرعه كمان مره من جديد وبعدين ببيع البي سي. بسم الله اضغط اي هنا، سوي ستارت واكسر سرعه الجي بي يو معنا هنا. مكسور. اوكي مكسور السرعه، خلينا نشوف اذا حيوصل للريت هذاك ولا لا. تعال نشوف شو اذا حيوصل للريت اللي انا طالب. وصله بالراحه. اوكي سوي لي ليتس جو. هذا بي سي ترى، لا تستهبل على مخي. انباع واخيرا اشتراه، بعته شباب 7500 من جد، والله سويت مكسب جدا اسطوري بهذا البي سي. بالله عليكم ما ضحكت عليهم الان، والله اني ضحكت عليهم. انباع البي سي، اوه شيت والله ما توقعت، صار معي 7802 دولار. اوه ديم يا حبيبي، صار بديني اشتري اكثر كروت شاشه الان. شاشه رايكم ارجع اروح اشتري لي كرتين من جي تي اكس 1070 كمان، اتوقع بشتري كمان. والله الله خليكم اوت اوف ستوك من الجي تي اكس 1070. وين جي تي اكس 1070؟ كرت الاحلام هذا هو شباب، سعره بشتري منه اثنين كمان الان. ما ادري الصفقه مربحه اللي جاي اسويها، بس اتوقع انها مربحه نوعا ما، فاستلمنا الكرتين. تعال بركبهم على طول. لازم اطفي البي سي بالاول، طفي البي سي لو سمحت، شت داون، حط هنا معانا، ركب هنا معانا كمان، ركب هنا، انستال باور، انستال. شيت يحتاج باور سبلاي ثاني من هاي الجهه. طيب اروح بشتري واحد ابو 500 واط بس بشبك فيه هذا الكرت، تمام؟ واحد ابو 500 واط اتوقع كافي وزياده كمان. ليتس جو، تعال معنا هنا، اشبك هنا، سوي نايس نايس. لا اوكي بسم الله شباب، تعالوا نشغل. تمام البي سي الان صار شغال كله تمام. تعال شوف كم راح يعطيني الان، 142 عطيني. شيت انا بكسر سرعه كمان اتوقع، لا بسوي اوفر كلوك لهذول الباقيين. خليني اكسر سرعه على 100 على 1000 على 100 1000 100. حط الان يا جماعه الخير، اللي سويته اني كسرت سرعه لكروت الشاشه بالكامل بهذا البي سي، مثل ما شايفين كسر سرعه لاقصى الطاقات الان، راح توصل الحراره 100%. بس هذا ما يهمني لان انا جالس اطلع الان 20 زائد ام اتش، وكانه عندي كرت شاشه اضافي ولكن انا ما عندي شيء. جدا حلو. تعال بس بنغير الديكور بانه صار معنا شويه فلوس. اللي بسويه الان شباب بشتري السقف الاصفر هذا، جدا لونه بيعجبني. ليتس جو، بشتري هاي الارضيه ب 500 كمان. ليتس جو، خلينا نشوف المنظر الان كيف طلع. ديم المنظر طلع حلو. باقي الحيط هذا ما ادري، ما اتوقع في شيء جالس يعجبني كثير ادفع عليه فلوس. خلينا نشتري هذا الحيط. ليتس جو.
اوكي سوينا ديكور بسيط نوعا ما، هذا ديكور مزدحم شويتين بس ما عليكم، ورا ما يصير عندي اكثر فلوس ان شاء الله بسوي ديكور افضل من هذا. بس هذا كان كل شيء بالنسبه لمقطعنا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا معي. الان $5,000 علشان استمتع فيها بالمقطع القادم، رح نشتري هنا 4 أو 5 بي سيات جدا رخيصه علشان يعني تعرفوا نوفر شويه فلوس ونحاول نطلع اكثر فلوس بعدين. فطلعت الان $580 شباب بضغطه زر اقدر اخذهم، بخليه يطلع لي الان اكثر، بروح على التريد من هنا بصرف كامل فلوسي، مو كامل فلوسي، بصرف الان $1,000، بحط $1,000 على البيتكوين شباب تمام، $999 ليتس جو. بالمقطع القادم راح احاول اسحبهم لهذول 999 بشوف كم راح يطلعوا لي. طبعا هنا جالس ينزل ويطلع، بشوف اذا كانوا $999 اكثر ولا اقل، راح نكتشف بالمقطع القادم. اتمنى انكم استمتعتوا بهذا المقطع، كان معكم محمود من قناه ممكن هالو، ترقبوا مقطع جديد، سلام عليكم.